مرحبا يا رفاق، ماذا تفعلون؟ أوه لقد فهمت، الترامبولين كان للصغار لكن لا تعرفين أين هم. يبدو أنك مستمتع بالقفز كارل. أوه يبدو أن أحدهم يحتاجك في منزلك كارل. وداعا أمبر، حظا موفقا في سباق الهولي. هذا سباق الهولي. أوه كارل، متسابقو الهولي متجهون مباشرة باتجاه بالات القش في الطريق. عليك أن تجد طريقة لنقلهم بسرعة. وولتر، لن تستطيع نقل كل هذه البالات في الوقت المناسب. لا تقلق، الخارق هنا للمساعدة. أيها الخارق، أي مركبة يمكنها نقل كل هذا القش؟ أوه، فكرة جيدة. الآن يمكنك نقل كل البالات بسهولة أيها الخارق، وها أنت تفعلها. أوه عزيزي. يا صغار، ماذا تفعلون هنا؟ إنكم تلعبون بهدم بالات القش على طريق السباق. الخارق على حق، من الأمن لكم أن تنظموا سباق هولي في الملعب. المتسابقون على وشك الوصول. أنت محق، يبدو أنه بقي لدينا دقائق معدودة. ماذا ستفعل أيها الخارق؟ أوه واو، مفاعلات خارقة. الآن يمكنك أن تتحرك بسرعة كبيرة. انظر إلى سرعته وولتر. إنهم قادمون، أسرع. تم إزالة كل البالات. واو، إنهم سريعون جداً. تهانينا أيها المتسابقون، لقد كنتم رائعين. وأنت أيضاً أيها الخارق، لقد أنقذتنا اليوم حقاً. استمتعوا باحتفالات الهولي جميعاً، نراكم لاحقاً.
كيري، إلى أين أنت ذاهبة بكل هذه السرعة؟ متأخرة عن تسليم طلبي؟ كيري، هل سمعت صفارة الإنذار؟ يبدو أن بوبي في مشكلة. ماذا هناك بوبي؟ بوبي، القرش يتبعك من المحيط، احترس. كيري، بوبي لا يمكنه سماعك، انظري إلى الطريق، إنك على وشك. كيري؟ كارل، كيري وبوبي في مأزق. كيري وقعت عن الجسر وهبطت على زنبق مائي، وأسماك القرش تتبعهم. عليك إنقاذهم بسرعة. انظر كارل، كيري هناك. أوه لا، القرش سينطلق بسبب فتح الجسر في أي لحظة. أسرع كارل، هل تعلم إلى أي مركبة ستتحول لإنقاذها؟ كيري، انظري من هنا. نسيتما موضوع القرش، عليكما أن تحترساه. بوبي، الشاحنة الخارقة يريدك أن تجر كيري إلى الشاطئ. تمسكي جيدا كيري. عليك أن تسرع بوبي، إنهم قادمون. عليك أن تتصرف بسرعة كارل. فكرة جيدة، يمكنك استعمال أداة ST 3000 المذهلة بالتأكيد. أسرعوا يا رفاق. واو، أيها الشاحنة الخارقة، لقد نجحنا. الأداة تطرد القرش بعيدا، استمر. مذهل، لقد أرعبت القرش وأبعدته أيها الشاحنة الخارقة، أحسنت عملا. شكراً لمساعدتك أيها الشاحنة الخارقة، أنت محق بوبي، علينا جعل القناة آمنة أكثر. فكرة رائعة أيها الشاحنة الخارقة، لنستعمل شبكة. استمتعوا بوقتكم يا رفاق. مرحباً جيري، تحاول تحطيم الرقم القياسي؟
مرحباً إدنا، يبدو أنك تقومين بالحفل الثقيل. هل هذا لمناسبة ما؟ لقد فهمت، الحديقة لم تكتمل بعد، عليك العودة إليها إذن. أوه، هناك خلل ما. حفر إدنا يتسبب في انهيار النفق. جيري، عليك التوقف. إدنا، توقفي عن الحفر، النفق ينهار وجيري بداخله. أوه لا! كارل، جيري في مشكلة. النفق مغلق، ما التحول الذي ستختاره من أشكال الشاحنة الخارقة؟ جيري، الشاحنة الخارقة هنا للمساعدة. تسمع شيئاً؟ لقد كسرت الصخور الأنابيب في سقوطها. أيها الشاحنة الخارقة، عليك التحرك بسرعة. أسرع أيها الشاحنة الخارقة، هيا بنا. ماذا هناك؟ احترس. أوه لا، المياه قادمة باتجاهكم. عليك استعمال أداتك المميزة استي 3000. ليزر مذهل. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة، تمكنت من تفريز الماء. حسناً، استمتعوا بالتزلج يا رفاق، نراكم لاحقاً. واو روكي، هذا مذهل جداً. والدك مدهش صغير روكي. أعتقد أن عليك تجربة هذه الحركات بنفسك. هيا صغيري روكي، يمكنك فعل ذلك.
هناك من طالب نجيب. أوه لا، حريق. ألسنة المهدي مرتفعة جداً، لا يمكن الوصول إليه. روكي، علينا فعل شيء. هناك شخص واحد يمكنه مساعدتنا. كارل توقف، لدينا حالة طوارئ. الصغير روكي تعرض لحادث في المطار. في مشكلة كبيرة، عليك القدوم حالاً. أي تحول ستختار كارل؟ يجب أن تكون قادراً على الطيران للوصول لصغير روكي. هناك مركبة واحدة يمكنها الوصول للصغير روكي، الطائرة الخارقة. لا يمكننا رؤية الصغير روكي، هناك الكثير من الدخان. ماذا ستفعل أيها الشاحنة الخارقة؟ إنها فكرة جيدة، قم بالطيران عبر الدخان لكي تدفعه بعيداً. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة، صغيرك سيكون بخير روكي، أعدك بذلك. أيها الخارق، ماذا عن النيران؟ كيف ستطفئها؟ بالماء؟ بالتأكيد. استهدف النيران أيها الشاحنة الخارقة. نعم، النيران انطفأت. أحسنت عملاً أيها الخارق، لقد أنقذت صغير روكي وربما المطار كله من الحرائق. عليك الاستحمام صغير روكي، الدخان الأسود ترك أثاره عليك. ماذا؟ لديك فكرة أيها الشاحنة الخارقة؟ إنها فكرة مدهشة. استمتع بالاستحمام صغير روكي. يوم آخر يمر بإنقاذ الشاحنة الخارقة لنا. إلى اللقاء يا أصدقاء. واو جيري، هل هذا أنت؟ تبدو مذهلاً بكل هذه الزينة لاستعراض رأس السنة الصينية الجديدة. هل ستكون السيارة القائدة؟ احترس جيري، لا نريد أي حوادث. الاستعراض على وشك الانطلاق، خذ مكانك جيري. حظاً موفقاً.
لا تسرع كثيراً جاري، وإلا فلن يتمكن أحد من اللحاق بك. ما المشكلة جاري؟ هل من مشاكل في محركك؟ احترس بيلي، جاري لديه مشاكل في محركه. أوه لا، يفضل أن نتصل بالشاحنة الخارقة. المساعدة كارل، نحتاجك. جاري يقود الاستعراض اليوم وقد توقف، وجميع من في الاستعراض متوقفون الآن. هل يمكنك المساعدة؟ رائع، هيا بنا. تغضب بيلي، الخارق هنا للمساعدة، عليك أن تكون صبوراً. يا إلهي، جميعهم قلقون، استمع إلى كل هذا التزمير. إلى ماذا ستتحول أيها الخارق؟ واو، أيها الخارق، لقد تحولت إلى شاحنة ناقلة. هل ستخرج جيري من الاستعراض أيها الخارق؟ جميل، جيري على المنصة. الآن هو بطول التنين الحقيقي. لنستكمل الاستعراض مجدداً. أوه، ما المشكلة الآن جيري؟ ترى شيئاً على الطريق أمامك؟ ما هو أيها الخارق؟ عمود إنارة ساقط على الأرض؟ أوه لا، هذا خبر سيء، احترس. الحمد لله، كنت على وشك الاصطدام به. ماذا ستفعل أيها الخارق؟ انظر خلفك، إنهم يقتربون. هذا قد يكون خطراً جداً. فكرة جيدة، حاول دفعه بعيداً عن الطريق. إنه ثقيل عليك، ولا يوجد شيء على مصدك الأمامي ليساعد في تحريكه بسهولة. ماذا ستفعل؟ كل هذه السيارات لن تتمكن من التوقف في الوقت المناسب. فكر أيها الخارق، بالتأكيد ST 3000. أي أداة ستستعمل لتبعد عمود الإنارة عن الطريق؟ أسرع أيها الخارق. أوه لا، استمع إلى كل هذا التزمير. أتعرف من؟ لما بيلي غاضب جدا اليوم؟ أنت محق، سخيف بيلي، يريد كل شيء أن يمشي بسلاسة. هي، لقد فعلتها أيها الخارق، وفي الوقت المناسب. هيا أيها التنين، لنستكمل الاستعراض، وعدنا إلى نقطة البداية. إنه من استعراض رائع. انظر أيها الخارق، بيلي يبتسم حقا. شكرا لإنقاذنا اليوم أيها الخارق. لنسمع تحية للخارق. زمورك ما زال يعمل جاري. سنة صينية جديدة سعيدة للجميع. نراكم في المرة القادمة. مرحبا كارل، مرحبا كيري. يوم مرعب اليوم، هالوين سعيد. يبدو أنكما مستعدان لحفلة الهالوين. أنا متأكدة أنكما تريدان تجربة هذا الكبكيك اللذيذ الآن، أليس كذلك كارل؟ هناك بعض الفتات على وجهك. الجانب الآخر، لقد كشفتك.
أحدهم يحتاج مساعدتك كارل. عليك التوجه إلى البيت فوراً. هذا بن، إنه يرتدي ملابس الهالوين. ماذا يفعلون في موقع البناء؟ أوه، كان يحكي قصص الأشباح للصغار. ما هذا؟ المصعد يتحرك بمفرده. لا يمكنهم استعمال المصعد والسلم مغلق. هل يمكنك المساعدة كارل؟ في الأعلى هناك. انتظروا يا رفاق، الخارق هنا للمساعدة. ما زلت تسمع الأصوات المزعجة بن؟ هذا ليس رعدا، يجب إنزال بن والصغار عن هذه المنصة بأسرع وقت ممكن أيها الخارق. هل من أفكار لكيفية إنقاذهم؟ سيارة ناقلة خارقة، رائع! شيء ما أو أحد ما يصعد في المصعد. يا إلهي، المصعد اقترب من الوصول إليكم. أسرعوا يا صغار، اصعدوا على الناقلة. حسناً يا رفاق، اذهبوا مع الشاحنة الناقلة الخارقة. بن سيحاول حل هذا اللغز المخيف. بن، انظر خلفك. يا إلهي، إنه مصاص دماء حقيقي. أيها الناقل الخارق، افعل شيئاً. مظلة إستي 3000، تفكير رائع. بسرعة بن، اقفز. ليس مصاص دماء بعد كل هذا، إنه جيري في ملابس الهالوين. شكرا لمساعدتك لنا اليوم أيها الخارق. لم نرى أكثر رعبا من هذا الهالوين. استمتعوا بتناول الكب كيك والعصير يا صغار، يكفينا رعبا اليوم، أليس كذلك؟ هالوين سعيد.